ما تخشيوش لي هذاك الشيء فوجهي يا ناري. كاين الناس بزاف يعني كما كنقولوا دايرين مشاريع وكيحاولوا يطوروا من نفسهم ولكن ما كاينش يد المساعده، فكنحاولوا ان احنا اي مكان مشينا ليه ان نوريه للجمهور المغربي ويتعرف على مجموعه ديال الاشياء اللي ما كيكونش عنده فكره عليها كما سبق وقلت، والحمد لله كما فين ما كنحطوا ايدينا كنلقاو البركه. فاطمه جديدك الفني ما شاء الله حققت نسبه مشاهده عاليه، ممكن تحدثينا على ظروف العمل كيفاش تمات وكيفاش العمل؟ بالنسبه للجديد اللي هو حب المصالح كانت اغنيه غزاله الحمد لله، فرحت بالنجاح الشاسع اللي لقاتو هذه الاغنيه من اول ساعه نزلت فيها كانت في الترند، فكنشكر كل الطاقم من كبير حتى الصغير كنقول لهم شكرا على المجهودات ديالكم وعلى راسهم اداره اعمالي طبعا الترك برودكشن. تبارك الله على الناس البكالوريا، الف مبروك للبنات اللي نجحوا حتى الشباب، والله يعود الناس اللي في الاستدراكيه والناس اللي سقطوا كنقول لهم الله يعودكم ان شاء الله خير في السنه المقبله، وحتى الناس كنشوف بزاف كان عندهم حالات غش الى كاين اللي بقاو فيا مساكن كنقول لهم الله يعودكم ان شاء الله، وان شاء الله السنه المقبله تكون سنه خير عليكم كاملين. انا هنا في المغرب انا معاك. يا فاطمه كيفاش داز المرور ديالك في القناه الامازيغيه؟ الحمد لله كما كنعرفوا ان كان غياب شويه طويل وعوده كانت جميله. الحمد لله كان غياب طويل وقررت انني نرجع في الامازيغيه اللي دائما كتبين الفنان المغربي في ابهى صوره وابهى حله، فان شاء الله ينتظروا السهره اللي غتكون نايضه باذن الله. وتبارك الله على الناس الرباط غزالين كاملين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع صحابكم.